بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Thank you.
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بعد قوة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما ولا فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد
ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطان الذين يتولونه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم.